يقول هل يجوز قولنا للميت مرحوم المرحوم فلان؟ لا ما يجوز، لأن هذه شهادة له بالرحمة، وقد مر في الحديث هذا الذي حديث أم العلاء، حديث أم العلاء نعم حديث أم العلاء، يعني ما يدل على، ولكن قال رحمه الله أو يرحمه الله. أما يقال مرحوم فهو إخبار عنه أنه مرحوم وأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز إلا بوحيه.